جالي منشن كتير عن الوصفة اللي البنت دي بتاكلها، وناس كتير بتسأل هل يا ترى الوصفة دي بتتعمل ازاي؟ ولما بحثت عنها اكتشفت ان هي عبارة عن نوع من الحلويات وسهل جدا ومكوناته كمان بسيطة. فكده كل اللي عايزه منك انك تتحمس معايا وتعمل لايك وفولو، ويلا بينا نجرب الوصفة ديت. اول مكون معانا هنحتاج كوبايتين من الحليب او حوالي 500 ملي. هنضيف الحليب في طاسة، هنضيف عليه نص كوباية سكر، معلقة جيلاتين او حوالي 7 جرام، وهنقلب كويس. بعد التقليب هنخلي الخليط على جنب. واخر مكون معانا هنحتاج 150 جرام من الشوكولاتة، وممكن تستخدم اي نوع حسب الرغبة. وهنبدأ نقطع الشوكولاتة قطع صغيرة او نفتفتها، وهو ده الشكل النهائي. دلوقتي هنجيب الخليط بتاعنا اللي هو الحليب والجيلاتين، وهنضيف عليهم الشوكولاتة، وهنقلبهم تقليبة صغيرة كده. وبعد التقليب هنحط الخليط على نار هادية، وهنبدأ نقلب لحد ما الشوكولاتة تسيح. وبعد ما الشوكولاتة ساحت بالشكل ده، دلوقتي بقى هنسيبها على النار لحد ما تبدأ في الغليان. وأول ما تبدأ في الغليان بالشكل ده هنرفعها من على النار. دلوقتي كل اللي احنا هنعمله هنسيبها لحد ما تبرد ونرجع لكم تاني. وأول ما يبرد الخليط هنبدأ نجهز القالب، ويفضل يكون قالب على شكل مستطيل، وممكن تستخدم أي قالب عندك. وبعد ما صبينا الخليط دلوقتي هندخله التلاجة لمدة 3 ساعات ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور 3 ساعات. بصوا بقت عاملة زي الجيلي بالظبط. هنسلك كده حروف واحدة واحدة. دلوقتي هنجيب طبق ونحطه بالشكل دوت، وهنبدأ نصب القالب. بسم الله بسم الله ما شاء الله طلعت معانا. بصوا من القالب ازاي. اخر خطوة هنجيب كاكاو ونرشه بالشكل دوت كده. هنبدأ دلوقتي نقطع كده. بصوا عاملة زي الملبن. الصراحة الشكل محمسني قوي ان ادوق، واتوقع كده مفيش اي اختلاف من اللي احنا شفناه في الفيديو وما بين اللي احنا عملناها. بصراحة الشكل محمسني قوي ان ادوق. بسم الله ما شاء الله. بصوا الشكل عامل ازاي، وزي الجيلي. بسم الله. عايز اقول لكم ان الطعم في منتهى الجمال، لكن اهم حاجه وانت بتعمل الوصفه ديت هو اختيار نوع الشوكولاته، لان كل ما كان نوع الشوكولاته افضل كل ما هيديك طعم احسن. وطبعا الوصفه سهله وسريعه، وان شاء الله هتعملوها وتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.